مسألة أخرى وهي قضية عذر العلماء، أمر عليها على عجل وذكرها ابن تيمية وغير واحد من أهل العلم، لم يبلغه الدليل، لم يفهمه كما فهمته، لم يصح الحديث عنده سندا أو متنا، ربما أحيانا بالسند وأحيانا المتن غير صحيح، وأحيانا يحتمل النسخ يحتمل التأويل. من ذلك أنه رآه معارضا بمثله، وكثير من الناس لما أن كان في أول الطلب كان يستقبح أقوال على بعض الصحابة وبعض الأئمة، فلما أنشد في العلم وقوي واطلع وعرف رأى أن هذه الأقوال فيها إن لم يكن بعضها حق فبعضها سبب للمعذرة عند الخلاف الفقهي، على الأقل تعذره، نعم هذا مرجوح، لكن جملة ما قالوه هو إما أن يكون حقا وإما أن يكون اجتهادا وإما أن يكون سببا من أسباب المعذرة. ومن ذلك من أسباب عذر العلماء أنه كان على نهج الأئمة في فهم الأحاديث أو أكثر الأحاديث على أنها تطبيق من النبي صلى الله عليه وسلم للقواعد، هذه غاية في الأهمية، يعني ينظرون إلى الشريعة كشبكة وحقول من القواعد، كلها من القواعد ترد كل الأحاديث الواردة والنصوص إلى تلك القواعد. القاعدة كما يقول الشاطبي أقوى وأثبت من النص الفرد، وهذا سبب من أسباب الخلاف والاستهجان عند الناس، يستهجن كيف خالف الدليل، كيف خالف هذا الحديث، حتى من الصحابة ومن الأئمة الأربعة كلهم جاء عليهم هذا الطعن، ثم بعد من جاء بعدهم من العلماء. والسبب أن العالم الفقيه يجعل الشريعة كلها شبكة أو جدول من القواعد، فإذا جاء الحديث المفرد رده إلى قاعدته، فإن خالف القاعدة نظر له مخرجا، فإن لم يجد عد هذا محكما وهذا متشابه. ولهذا تجد أن بعض الناس يستوحش، بعض العامة وبعض صغار الطلبة، من تأويل الفقيه للحديث أنه يتأوله بسماحة عالية، بسماحة نفس، قال كيف يأتي هذا الحديث ثم يتأوله بهذه الطريقة، وذلك على غير ما يظنه من ظاهره، يظن الشخص الناظر إلى هذا الفقيه من ظاهره، وذلك لأنه رأى أن ظاهر الحديث لا يتفق مع القواعد فأوله على ما تقتضيه تلك القواعد. وهذا كثير جدا في لهج الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومن بعدهم من العلماء الذين كانوا متمكنين في قضية الاجتهاد والاستدلال. هذا كلام نظري، طيب ما هو المثال؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به ما لم تنكحي، هذا أصل ولا تطبيق لقاعدة؟ سؤال. أئمتنا المالكية قالوا بأنه أصل، هذا مذهب ومعتبر، وقالوا دائما الأم أحق بحضانة ابنها حتى يبلغ، هذا قول في مذهب مالك رحمه الله. القول الآخر القول المقاصدي، وذهب إلى جمع العلماء اختاره ابن تيمية ثم جرى عليه عمل القضاء في الآونة الأخيرة، أن هذا مجرد تطبيق لقاعدة الأصلح للمحظون، وهي قضية الحقيقة كما أنها شرعية فهي عقلية. أنا أبدأ بفصل النزاع في قضية المحظون، أبدأ بحقوق الطفل ولا بحقوق الأبوين؟ الطفل، فأبحث عن الأصلح للمحظون، فيقولون هذه حادثة عين يجري حكمها في نظيرها، النبي صلى الله عليه وسلم رأى بأن الأصلح له هو الأمة لم تنكح، خلاص. فلاحظ أن الحديث اعتبره مسألة تطبيقية لقاعدة كلية.